واصل اللهم هوى بطيراتنا بركة دعائنا بعد القبول منا إلى فضل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنزله المقعد المقرب عند ضيف الأنبياء. اللهم إلى فضلات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. آمين. سيما إلى فضلات السادات البدريين رضي الله عنهم. في سفرنا هذا آمين. في سفر هذا يا رب العالمين.